حل بمناطق الأهوار ومحافظة ذي قار بالعموم من جفاف سبب باعتقادي ثلاثة أشياء: سوء إدارة لهذا الملف من قبل وزارة الموارد المائية في الفترات السابقة، وكذلك النظام الإروائي المتخلف في العراق لحد هذه اللحظة، وطبعا الواقع اللي نعيشه من قطع المياه من دول الجوار خصوصا من تركيا وإيران. لحد الآن لا توجد اتفاقات مبرمة بين الحكومة العراقية وهذه الدول لإعطاء حصة ذي قار، يعني حصة يعني العراق بشكل عام ومحافظة ذي قار بشكل خاص حصتها الكافية لإدامة مثل هذا الموضوع. نعم سيادة النائب، لجنة انعاش الأهوار المشتركة بين ذي قار وميسان بدورة أيضا حملت الحكومة مسؤولية ملف الأهوار، يعني مسألة إدراج الأهوار في لائحة التراث لم يتم الاستفادة منها مطلقا، وهذا بسبب الإهمال. جنابك ذكرت أنه مستوى مياه وصل إلى تقريبا 75 سنتيمتر، يعني هذا نتكلم قاب قوسين بأنه بالفعل لم تشهد الأهوار بهذه الفاجعة قبل. بعد دخول الأهوار على لائحة التراث العالمي ماكو أي أموال صرفت لهذه المناطق، بالعكس تماما أهملت هذه المناطق. كان على الحكومة الحكومات المتعاقبة السابقة أنه تطور النظام السياحي، تهتم بالنظام الاجتماعي والثقافي في هذه المناطق، تبني على يعني تبني أماكن سياحية في هذه المناطق. في قضاء شبايش في قبل أكثر من سنتين في يوم 21/3 دخلوا أكثر من 16,000 سائح في يوم واحد بدون أي خدمات تذكر، يعني بدون أي خدمات. لحد هذه اللحظة لا يوجد أي مشروع سياحي في هذه المناطق، وهذا طبعا يعاب على الحكومات المحلية والحكومة المركزية. هذا التقصير يعني أثر بشكل كبير على الواقع البيئي والسياحي والثقافي وعلى الواقع المعيشي لسكان هذه المناطق. اليوم بعد ما كانت مناطق الأهوار في قضاء واحد تصدر أكثر من 25 طن يوميا من الأسماك، انتهت الثروة السمكية بالكامل. بعد ما كانت هذه المناطق خصوصا في هذه الأجواء في فصل الشتاء مناطق سياحية، أغلب العوائل العراقية الكريمة سواء من العاصمة الحبيبة بغداد أو من مختلف محافظات العراق ومن خارج العراق، وفود سياحية كبيرة كانت تزور هذه المناطق. اليوم باعتقادي أن هذه المناطق بعد ما جففت وبعد ما انتهت الأهوار راح كل هذه يعني كل هذه المواقع السياحية انتهت وبالكامل يعني تكاد تكون مناطق جرداء وما بها يعني أي معالم للحياة.